وزارة العدل تكشف تفاصيل تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية. الحكومة تصادق على قانون يسمح باستعمال صورة الملك والنشيد الوطني في الحملات الانتخابية. سلطات أسفي تتلف كمية كبيرة من المخدرات بأسفي. النقل المدرسي بجماعة نجا بين مطرقة المعارضة وسندان متاعب التلاميذ. مجلس الجماعة الحضرية لأسفي يصادق على اتفاقية شراكة لتحصين وتدعيم الواجهة البحرية لقصر البحر. نشرة الأخبار من صافي جود، أهلا بكم. أكدت وزارة العدل أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية تمت وفق مقاربة تراعي بالدرجة الأولى الوضعيات الاجتماعية لهؤلاء الموظفات، مع الأخذ بعين الاعتبار استقرارهم العائلي والنفسي، لا سيما وأن الانتقالات لمحاكم الأقاليم الجنوبية ظل مجمدا لسنوات طوال. وأعلنت الوزارة استجابتها لجميع الطلبات المقدمة من لدن الموظفات للانتقال إلى محاكم الأقاليم الجنوبية وفق اختيارهن الأول، مع تفعيلها بمجرد التحاق الموظفين الجدد، مشيرة إلى أنها ستعمل على الإعلان عن الدورة العادية للانتقالات في غضون الأيام القليلة المقبلة. وبخصوص ملف الترقية، أكدت الوزارة حرصها كأول قطاع حكومي بمعية أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المخول لها ذلك قانونا وبمقتضى محاضر رسمية على البت في الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2020 وفق نفس المعايير المعتمدة سابقا وفي احترام تام للقانون، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين. صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 1021 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. ويحدد مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، وذلك خلال تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية. ويحدد مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية الأجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية. واستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية. في إطار المجهودات الجبارة والمتواصلة من طرف مختلف المصالح الأمنية بأسفي المرتبطة بردع تجار المخدرات بشتى أصنافها، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وحجز كميات كبيرة من المخدرات، جرت صباح اليوم الخميس بضواحي أسفي وتحت إشراف النيابة العامة المختصة ومصالح الجمارك عملية إتلاف كميات مهمة من مختلف أنواع المخدرات الصلبة وحبوب الهلوسة والسجائر المحجوزة من طرف مختلف المصالح الأمنية والدرك الملكي بالإقليم. وهمت العملية إتلاف ما قدره طنين من القنب الهندي وحوالي 32 كيلوغراما من الشيرة وكمية من مخدر القرقوبي. المخدرات هي يعني من إحدى التجليات الأساسية في إطار محاربة الجريمة، وبالتالي هذه المحاربة تنم عن مقاربة أمنية معتادة من جميع المصالح الأمنية والسلطات المحلية في يعني في إثبات السلامة والطمأنينة وكذلك حفظ الصحة، لأن هذه المواد المخدرة هي مجرمة قانونا لكنها تضر بالصحة، وبالتالي أنه الأهداف من طرف يعني السلطات المحلية والأمنية تحت إشراف النيابة العامة
تصب في هذا الاتجاه، يعني حفظ صحة المواطن وكذلك يعني تطبيق القانون في إطار دولة حق القانون. الوزن هناك اختلاف حسب المادة، فمثلا مخدر الكيف يتجاوز طنين، مخدر شيرة حوالي 32 كيلو، أقراص المهلوسة كذلك هناك عدد بسيط إلى جانب يعني المعسل. أثارت قضية رفض عدد من الأعضاء بمجلس جماعة نقا المصادقة على تجديد اتفاقية النقل المدرسي مع الجمعية المكلفة خلال الدورة الأخيرة للمجلس جدلاً كبيراً، وطرحت العديد من التساؤلات بخصوص مصير العشرات من تلاميذ الجماعة، خاصة بعد إعلان الجمعية المكلفة توقيف عمل أسطول السيارات. رفض المصادقة على تجديد الاتفاقية طرح عددا من علامات الاستفهام حول تجييش معارضين بالمجلس من أجل توقيف عمل اجتماعي حيوي تستفيد منه شريحة واسعة من الطلبة والتلاميذ. وكان مجلس جماعة نقا قد خلق الاستثناء من أجل تدبير عملية النقل المدرسي بالعقلانة والمجانية وتوفير أسطول كبير خفف عبء التنقل عن المتمدرسين. المزيد من التوضيح في تصريح محسن بومهدي رئيس المجلس الجماعي لجماعة نقا وكذا رئيس الجمعية المشرفة على النقل المدرسي. طالبوا بالاتفاقية، الذين طالبوا بها لا يجيدون القراءة ولا الكتابة ولا يعرفون من الحرف لا صوته ولا رسمه، يعني غريب يعني واحد درجة. وكاين محاضر سابقة اللي طلبنا منهم أنهم يقرأوا غير البلاغات ولم يعرفوا ذلك، فيعني ما كانش منطقي هذا الرفض. الجمعية ارتأت لأنه كان عنده إكراهات مالية خصوصا من السنة المنصرمة ومترتبة مالية، لأنها كتدبر سيارات اللي دخلت جديدة وهي ما عندهاش المالية ديالها، السيولة ديالها انقضت، الوعود التي قدمتها للممولين سواء الذين يقدمون الوقود سواء الساقين الذين يعني يقودون تلك الحافلات يعني كانت رهينة بها الدورة ديال المجلس، فإذا بهم يرون يعني يعلم القاسي والداني أنها المجلس رفض تلك النقطة، فبالتالي يعني الممولين يعني اللي كيعطوهم الكريدي راه ما بقاوش غادي يعطيهم. هذه بطبيعه الحال انا كنشوف ان فلوسي كنعطيها للجمعيه اللي كنت معول انها تخلصني في شهر 3، دابا هاي شهر 3 ما كاينش، شهر 4 ما كاينش، شكون غيخلصني في هذا الشيء؟ يعني الممول عنده الحق، المسير ما عندوش باش يسير باش غيمشيو هاد الحافله ديال النقل المدرسي. هاد الشيء فورات اللي ما مخلصينش دابا 15 باش غادي اش من وعود غادي يقدم لي مدرسي؟ التوقف ديال الجمعيه كان منطقي وكان مبرر، لذلك اجتمعت معهم وكانوا يعني يودون تقديم استقاله، وحاولنا الحد ويعني مؤازرتهم، تقدمنا لهم ضمانات شخصيه ديال العبد ربي بانه انا مستعد انني نخلص هذه المسائل بشكل شخصي اذا لم يتم الموافقه عليه خلال دوره استثنائيه اللي غنعرضوها لاحقا من اجل تمرير هذه النقطه اللي من العيب ومن العار انها ترفض. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر السفي قود، معكم نبيل السعدي رئيس جمعية الدعم التعليم والصحة وتدبير النقل المدرسي. المهم الجمعية اللي المكلف لها التسيير ديال النقل المدرسي، احنا عندنا مصاريف ديال الوقود وديال السائقين، وهاد المصاريف احنا الناس دايرين معاهم مقدمين لهم وعود بالدورة اللي كدوز كما اللي عارف الجميع. دابا اي واحد كيقول لك الفلوس كتقول لي راه دوز الدوره راه عندك فلوس، فاذا به تفاجئنا بالناس ولو كيعيطوا لينا لان داكشي كان في فيديو بان الدوره ما دازتش، حتى شي السائقين ما بقاوش باغيين يخدموا، اللي كيعطينا المازوت قال لك ما بقاش عطيكم لان نتوما اول حاجه قال لك نتوما كتكذبوا علينا، كل دوره ملي كدوز الدوره كتقولوا راه غادي نعطوكم دوز الدوره وغادي نعطوكم الفلوس، ملي ما دازتش راه حتى واحد ما بقى يبغي يدير، ما بقى لينا حنا ما بقى عرفنا ما نديرو الا هو نوقفو عند واحد الحد ديال واحد 23 مليون ولا 24 مليون، فين غاديين باقيين زايدين؟ لان كل ما تاجلت الدوره كل ما كنتسنى كتزيد طوال المده ديال الفلوس. وفق النقاش منكم السيد الرئيس من بعد الدوره شنو خرجتوا من خلاله؟ السيد الرئيس يرجع له صراحة يرجع له الفضل الكبير لأنه واخذ جميع الضمانات بأن الضمانات شخصية باش تساير العملية ديال تستأنف العملية ديال الخدمة ديال النقل المدرسي، وهذا ما كنشكروه على هذه البادرة.
صدق مجلس الجماعة الحضرية لأسفي صباح اليوم الخميس في إطار جلسته الثانية من دورة فبراير 2021 على اتفاقية شراكة تروم تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه ورد الاعتبار إليها وجعله مركزا للتراث البحري الوطني. وبمقتضى الاتفاقية المذكورة التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 134 مليون درهم، حيث ستساهم وزارة الداخلية بمبلغ 30 مليون درهم ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمبلغ 80 مليون درهم ومساهمة مجلس جهة مراكش أسفي بمبلغ 10 ملايين درهم. وبحسب ذات الاتفاقية فسيساهم مجلس جماعة أسفي بمبلغ 4 ملايين درهم، في حين ستساهم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمبلغ 10 ملايين درهم تخص قطاع الرياضة بالوزارة المذكورة. بهذا الخبر متابعينا نصل إلى نهاية هذا العرض الإخباري قدمناه لكم من صفي جود، شكرا على المتابعة، في أمان الله.